في النيابة العامة بنقدم بلاغ في واقعة زنا، الزوج فيها اسلام بيتهم مراته هناء بواقعة زنا. قول لنا يا اسلام، انت بتتهم مراتك فعلا بواقعة الزنا؟ ايه دليلك؟ مقطع فيديو يا فندم. ايه؟ مقطع فيديو. معاك فيديو فيه مراتك وهي في واقعة زنا؟ ايوه يا فندم معاك. مقطع الفيديو ده مدته قد ايه؟ 43 دقيقة يا فندم. 43 دقيقة؟ 43 دقيقة. انت متأكد ان الفيديو دي مراتك؟ متأكد يا فندم. ايوه. مراتك في الفيديو ده يا اسلام؟ الكلام ده على بصوت، دي اعراض ناس. مراتي يا فندم. ومين اللي معاه في الفيديو؟ معاه حد وصل في الوسط الامن، رئيس لجنه المسابقات. فين؟ ايه؟ واحده واحده. رئيس مين معاها؟ رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكوره. ايه؟ ومسؤول عن الكوره بالنساء في اتحاد الكوره. انت عارف يا ابني معنى اللي انت بتقوله ده ايه؟ عارف يا فندم. يعني الراجل اللي موجود مع مراتك دوت في الفيديو ده انت عارفه؟ ايوه يا فندم متاكد، رئيس لجنه المسابقات. فين؟ في اتحاد الكوره. هنا عندنا في مصر؟ ايوه يا فندم مسؤول عن. انت مسؤول عن الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مسؤول يا فندم. احنا في النيابه العامه بنقدم بلاغ ومفيش حد فوق القانون، واللي غلط لازم يتحاسب، زي ما بنقف مع المظلومين هنقف ضد المجرمين، ومفيش حد فوق القانون.